استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. لا مؤاخذه اتاخرت عليك، وريني كده الورق بتاعك جاي لي دي بس. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نشجراها برضو من باب العلم بالشيء. ورقك ناقص، دخلتك عليا كانت دخلت واحد ورقه ناقص. دلوقتي احنا مبدئيا عايزين صورة بطاقتك وشهادة ميلادك وشهادة ميلاد امك وشهادة ميلاد ابوك وشهادة ميلاد اخواتك واللي تشدد لهم، وعايزين كمان وثيقة زواج امك وابوك وموقفك التجنيدي. طبعا ده امر لابد منه، ده غير ان شاء الله وثيقة زواجك في اعتبار ما سوف يكون، وشهادات ميلاد للثلاث عيال اللي ان شاء الله ناوي تخلفهم، ويعني بعد عمر طويل يعني ان شاء الله شهادة وفاتك. والورق ده مش هياخد وقت كتير، يعني ممكن ياخد من اسبوع لسنة ونص كده يعني بالتحديد. بس انت والله صعبت عليا، شكلك راجل طيب وغلبان وملكش في الوقفه في الطوابير وكل المشاوير اللي هتعملها في سنه ونص دي. ففي حل تاني، انا ممكن اوفر عليك كل المشاوير دي بس تشربنا شاي. هي المشكله من الدخل، يعني الدخل لما يبقى قليل طب اعمل ايه؟ يعني اشحد بمراتي وامي وعيالي؟ ما لازم اتصرف، لازم اعمل حاجه. يعني انا ما بحبش اسميها رشوه، انا بحب اسميها تحسين دخل، مساعده، اجر مقابل عمل، مصلحه متبادله، لكن ما بحبش اسميها رشوه. اصعب لحظات بتعدي على اي موظف مننا هي رمضان. لا لا مش عشان الرشوه، ما اتفقنا بقى ان ما اسمهاش رشوه. بيبقى الواحد مش عارف لا ياكل ولا يشرب ولا يتخانق مع الناس ولا يشتمهم ولا يشرب سجاير، يعني الواحد بيبقى مخنوق طول اليوم. يعني المهنه بتاعتنا في الاصل هي مهنه نبيله، يعني احنا بنعدي كل الاجراءات الممله والحكوميه والروتينيه اللي المفروض تعملها، وبنخلص لك احنا شغلك مقابل انك انت تدينا شويه فلوس. يعني ما انا شغال في مصلحه حكوميه، طب فين مصلحتي انا الشخصيه؟ ما انا لازم يبقى ليا مصلحه برضه. انا قريت في مره في القانون لقيت ان مشكله الرشوه هي انك انت بتكسر مبدا المساواه ما بين المواطنين. يعني ربنا يبقى خالقنا طبقات وانا قاعد اعترض؟ انا دلوقتي لما حد غني بيجي لي عايز يخلص مصلحته اسرع في مقابل انه يديني شويه فلوس، ما اخد انا مصلحتي منه واخلص له شغلته اسرع، يبقى كده الشخص الغني انتفع والشخص الفقير زي ما هو عادي ما حصلش حاجه. ما هي كده كده الاجراءات الممله دي المفروض يعملها الغني والفقير، فانا فدت الغني بس ما ضرتش الفقير في حاجه. يعني كل موظف بيبقى ليه طريقته في ان هو يفهمك، في اللي يفتح لك الدرج وانت ورزقك بقى، في اللي يقول لك شربنا شاي، في اللي يقول لك مش عارف مثلا حطها في الملف بتاعك. انا الطريقه اللي بحبها يا اما حته الادراج يعني، يا اما حته تشربنا شاي، يعني لان هي بتعتمد عليك انت وزوجك. يعني انا حتى في البيت احب افتح كل الادراج، يمكن يعني ربنا يجيب لها رزقها. يعني مش في ابهات يمشوا ورا اولادهم يفتحوا اي باب مقفول، انا بمشي ورا اولادي افتح اي درج مقفول. اصعب حاجه في شغلانتنا انك انت بمجرد نظر العين بس انت محتاج انك انت تفهمه انك انت عندك استعداد تاخد فلوس بمقابل انك انت تخلص له مصلحته، وهو عايز يفهمك ان هو ما عندوش مانع يدفع فلوس بمقابل انك انت تخلص له مصلحته. لحظه الاتصال بالعين دي بتبقى صعبه جدا، يعني بمجرد ما انت وهو في مره اتفقتوا خلاص انتوا بقيتوا اصحاب. يعني هو بقى بيجي المصلحه ما يسالش على حد غير عليك، وتلاقي الشخص اللي بياخد يعني نسميها رشوه بس عشان نعدي اللقاء، يعني بس انا متحفظ على اللفظ ده، يعني بتلاقيه محبوب كده وتلاقي الناس دايما متجمعه حواليه. يعني والشخص اللي ما بياخدش رشوه كلنا بنقول عليه موظف رخم، يعني مش بس الناس اللي جايه، لا ده احنا كموظفين زملاء وبنقول عليه موظف رخم. احنا بقى كموظفين بنبقى عارفين بعضينا، يعني انا مثلا عارف ان فلان الفلاني في الدور الثاني برضه بياخد فلوس مقابل انه يخلص لك شغلك فبنصحك بيه. يعني انا مش بس بفيدك في مصلحتك معايا، لا بفيدك في مصلحتك في المؤسسه كلها. أنا أكتر حاجة أحبها في حياتي هي الأمانة والالتزام، أنا حتى أسامي ولادي شريف، شريف مش شريف، شريف وأشرف وشرف. شرف ده كان وشه حلو على كل الناس اللي بتيجي المصلحة عشان تخلص مصلحتها. كنت كل واحد يجي أقول له ادعي لابني بس عشان مرتي حامل، فيقوم إيه دعي لي ومديني فلوس وأقوم مخلص له مصلحته، فكان وشه يعني يوم ما اتولد المصلحة كلها احتفلت يعني بكل الناس اللي موجودة فيها. في عملاء بنشوفهم كذا مرة يخلصوا مصلحتهم معاك، وفي عملاء مش بتشوفهم غير مرة واحدة بس بيدوك اللي فيه النصيب وخلاص بقى مفيش على كده. نقابلهم في النار بقى إن شاء الله. البتاعة دي أنا حطيتها عشان العرق، يعني أنا بحطها كده جوه القميص فالعرق ينزل عليها ما ينزلش على القميص، يعني عشان القميص غالي. يعني أنا مستغرب يعني الناس اللي تقف مثلا وتقول لك يعني أنت بتاخد رشوة وحرام، يعني أنت سايب الناس اللي بتاخد ملايين وجاي علي أنا الغلبان اللي باخد 20، يعني حرام.